الاسنان نحب نعرف التزيرية وين هما، ما ثماش كراب تزيرية تحوس، يعني السياحة بتاع تونس اسنان ناقصة التزيرية، اللي يقوموا السياحة فهمتش ويكثروا من العملة ويحركوا السوق، يحركوا السوق الجزار والخضار وكل كل يتحركوا، واللي بيع في الحوت وكل شيء الحوانت كل اسنان. لا سألت والله واحد عنده وكالة أسفار قال الدنيا غالية، قال لك الوتلة غالية. إيه الوتلة غالية، ما هو عامل صوم للجزيرية ما نخسرهمش، معنا سوق كبير وسوق صراحة كان مش سياحة برا، سياحة داخلية وخارجية واسمعني وأشياء أخرى، حتى المطاعم تخدم، الحوانت كلها تخدم، تخدم خدمة صحيحة زاد. السنة تحس أنا هبطت المناطق السياحية، تحس اللي ثم نقص، تحس فما حاجة ناقصة. شنية الجزائريين اليوم أخوات، بالله شوفوا حل، بالله شوفوا حل.